ثاني انترفيو معك احمد. ثانية ثاني مش كنا من رمضان رمضان قبل مش كون أزين انترفيو اليوم إن شاء الله. لا كنت بحضر رمزي كنت بحضر رمزي شو عمل فيك رمزي وشناني ما نعرف شنو حتى قلت ما تفكرش حتى تعرف تلمو دخلني كسي ما يعرفني صاحب يعرف كيفاش يعرف ينزل لي على الفلس رمزي في راديو ميد تحية كبيرة لزملائنا في راديو ميد. أحمد أندلسي باش ندخل في صلب الموضوع معك أنت خاطر من غير مقدمات خويا سوتا سوتا أرسلت على قناة نسمة جويني ماشي على سنين مسلسل على ثلاثة قنوات ما بين إعادة وما بين بس يعني كارتاج بلوس والإعادة لحنبار ونهار جزائرية زادة وللمخرج محمد جوت. خلينا ندخل لساعة رمضان 2021 أحمد كيفاش تعدي نهارك في رمضان؟ والله نرقد برشا. ترقد برشا؟ نرقد برشا من التعب ولا من القلق؟ مسيان مسيان مستيم عندي حشيشة الدخان انا ان شاء الله ربي يتوب عليا منه ان شاء الله اكل لي جسيد باش نرقد للماكسيموم نربح ماكسيموم تاع وقت تي في تي اكثر العباد باش بتعمل شعرك في كيس ليلة ما أهم في الدار حتى في الدار نتلكش حتى على اقل حاجه تستعرف اللي عندك حشيشة رمضان معناها حاجه رهيبه عندي على الدخان سيرتو معناها احسن منو بالنسبه لك انت في الطاوله في رمضان الحوت اكيد في رمضان ولا حتى في الفطار ترى سميدي مثلا دبارة غدوة للناس يسمعوا فينا والله ما نعرف نعرفش غدوة بشخ فترة في دار أمي نعرفش أمي شو بشتغل أنت في مخك أحسن حاجة تشوفها على الطاولة مثلا كمونية كمونية بالقرنيت مثلا أي يهديك مش بال 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 بالسبارس مثلا مثلا بعد شقان فترة تخرج تعمل قهوة ولا في أي نعمل قهوة تعمل قهوة شنو رأيك في حظر التجول هذايا اللي أبارتي ما سبعة على عشية تخرج بسكليت على ساقيك على ساقي ما عارش والله ما نعرف مطلعين تطليع مطلعين بلاد مطلع تطليع هذايا مش فاهم شيء تخرج سبعة متاع السبعة ياها ما تمشيش بالكرهب عارش ما عارش نقول لك مش ناخد لوني خمسة دوريات فلوجة أنا ما فهمتش تراه قرار هكا طائش بالنسبة لك أنت تحملوا مسؤوليتهم يعني هم قاعدين يصلحوا في غلط بغلط يهموني ما واقفك أحمد أنت إنسان جريء حتى على الفيسبوك تكتب رأيك تقوله ما يهمكش بتقرا حسب كان عارفك اللي هو ساحة الأبدان عارفي ساحة بدني هذيك أكيد جدا قرار وزارة الثقافة مثلا فيما يخص المسرحية حمزة بن داود سمعت عليه؟ لا ولا ما سمعته اللي اليوم نحكيه على قرار أكد وزير رئيس ديوان أنه قررت عدة إجراءات لفادة المسرح حمزة بن داود اللي يمر بظروف مادية واجتماعية صعبة اللي خلاه يبيع الملسوقة ريتها تصويرة توجع برشا شنو رأيك اليوم في وضعية الفنان؟ ريت روحي في التصويرة ريت روحك في التصويرة؟ بينسير يتعدى علي نجم يجي يتعدى علي أنا نجم يتعدى على أي ممثل آخر وخاصة أنه الميدان متاعنا أنا ما عنيش حتى ستاتيو يحمينا ما فهمتش علاش إلا ما وصل للي وصله باش تحرك وزارة الثقافة أنا عندي تصريح قديم برشا قلت معناها كارنا نمشيو قدموا قضية بوزارة الثقافة أهمال عيال أهمال عيال أهمال عيال أي طيشت ولادة الوزارة ما عنديش ولاد ولادها كان لي داريين اللي فيها ولادها كان لي داريين اي ما تستعرفش ما شنو عنده ما انت اصلا حتى باش تقول هاني نعطي في الدعم شكون ياخذ في الدعم يجي نعطيك 200 الف منتج شاب و200 الف مخرج شاب ومش قاعدين ياخذوا في الدعم خاطر كره الشروط ما تخليهمش ياخذوا الدعم طلعت تطليع كره الشروط قولي بيان سور طلعت تطليع للمالي الدعم للمالي اللي هما البواتات الكبيرة اللي تخدم دبويكستون البواتات الصغيرة ما عندهاش الحق في الدعم المخرج الشاب ما عندهاش الحق في الدعم شكون لازمو يتحرك في الحالة هذه يا أحمد؟ إرادة سياسية إرادة سياسية؟ بيان سور باش تصلح الميدان الثقافي وأي ميدان آخر بون خلينا نحكيو في الثقافة الميدان الثقافي يلزمو إرادة سياسية قول فوالا اليوم أنا باش نصلح الثقافة تشوف أنه لازم تكون ثم إعادة هيكلة أنا قلت لك لمصطلح الثقافة في حد ذاته في تونس كي تبدأ فما إرادة سياسية كل شيء يتقدو كل شيء يتهيكل وكل شيء يعني كي نقولوا تبعين وزارة الثقافة خد فم برشا بيدي يسبوا فينا انتوما المثقفين مانيش مثقفين أنا مانيش مثقف عمري ما جيت قلت أنا مثقف ما تعتبرش روحي مثقف أو ما قلتش أن أنت مثقف ما نعتبرش روحي مثقف أنا إنسان مبدع مبدعين يتبعوا زي وزارة الثقافة أنك تكون رسام ولا ممثل ولا أرش أنا كي بديع فني ولا موسيقي ولا يتبع وزارة الثقافة
قبل ما نبدا الانترفيو معاك باش نحكيو اليوم على زوز اعمال سي بون خلينا وزاره الثقافه تو خلينا ندخلوا الرسمي. قول لي قداش لازم نخلصك على الانترفيو في راديو؟ ايه راديو نجيب ليش نجيب ليش نجيب ليش التلفزه تمشي بالفلوس؟ التلفزه تمشي بالفلوس. سكوكيتها سكوكيتها بالروسيا ديا ايه قداش قداش؟ والله ما عادش توا عندي عندي مدير اعمال هو اللي نيغوسي. استسيانت بالروسي شوي شوي ولا سور بلاس قاعد ناخذ في لي ريبليك سور بلاس فمش عبيد بالوقت دينا. بالوقت حفاظ ركز تركز ركز خلينا نركز مع صوت 16 نبدا معاك بالمرحله بالمرحله صوت 16 كلمتين بالعربي وباقي بالروسي يظهر لي بالنسبه لي كنت يا احمد في الدور كله هذا بالروسي وبو عنده جملتين ثلاثه بالعربي دي في بالنسبه لي كنت اليوم انك معناها تتقن اللهجه الروسيه رغم نعرف الصعب هاللغه هذيا ما قبلت الدور خذيت الريسك وكمان شفنا حتى ناس عملت فيديوهات لانك انت اتقنت الدور نتاع مافيا روسي وناخذ في لي ريبليك سور بلاس سور بلاس. ما خفتش من اللغه احمد انه الدور هذا صعيب دور فيه لغه اخرى ما يفهموهاش توانسه؟ ما خفتش من اللغه على خاطر انا عندي تجربه تكلمت باللغه الاراميه اللي اصعب برشا من اللغه الروسيه اللغة الأرامية وتكلمت بالجريك القديم الأنسيان جريك تكلمت في الدجال مع كريم برحومة وتكلمت باللغة الأرامية في هووز جيزيس وقت العبد جيزو دونك سما الروسي سهل وتكلمت زادة بالجريك بالروما بالروما ولا بالجريك ولا نسيت 2002 في برولي روم معايا وقت بارتنير ديريكت لطفي العبدلي نحكي نحكي بالروما بروما ملتو حافظها ريبليك داير عندي باراجراف طويل ملتو حافظها اعطيني جمله منهم دومينوس ديلياكوس كيويس رومانوس سيد ميكوس غريكوس كوام غريكوس ايتاكو استودويت اتاكيلو تيكاي باتروكلو باروين دومو سويسنت ايان مدو غريكو لكوامونا رومانا ميكس ويلنت اش قلت من نجمش نفسر لك ان شاء الله ما يفهموهاش خليك كامل خليك كامل ما يفهموهاش الوغ حمدي جويني سبق انك تعاملت معاه لا صديقي حمدي في الدنيا صديقي في الدنيا وحكينا في برشا مشاريع مع بعضنا وترشق وليد نترشق معه ببرشا انرجي ويحب يوصل وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله حمدي جويني تصلح على العام اللي فات حسب رايك اي تصلح من اغلاطه اي اي خاصه في وجود راهو اليوم الاخراج ماهوش مخرج برك لازم يكون عنده اونديو نستخدم مع دي او بي نتاعو وبوجود دي او بي في قيمه محمد عياد عطاه برشا الحمدي واللي يحب عليه حمدي حتى مثال في مخه ما نجمش يقدهولو قدهولو دي او بي نتاعو محمد عياد مدير التصوير ديو معناها متصور انا حمدي ما نصوروش نهار اخر باش يخدم خدمه اخرى وما يكونش معاه محمد عياد يعني ديو نصوروا ينجم يمشي لبعيد برشا يمشي لبعيد برشا 16 يقولوا في الموندو نتاعها او في الفانتازيا نتاعها تشبه شويه البوليس حاله عاديه اش قولك؟ لا لا ما عندها حتى تعليق ما عنده حتى علاقة بوليس حالاتي ما فماش الشبيهة مش في الموندو قلت أنا نتاع السيري مش في حد في المحتوى ما عرش ما عرش شنو تقصد بالموندو نحكي على المحتوى المحتوى ما فما حتى ما شبهش الموندو ما عرش موندو شنو في التصويرة معناه في مثلا في التصويرة لا 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 بالعكس يخدم بارتين برنجزومبل كي تتلقى لاكس متاع الرويسة فما تيم معين في التصويرة فما قراية متاع فما معناه تقرأ التصويرة قراية أخرى مش كما تصور الأخرين وهذاك سيفوليو معناه سيفوليو من المخرج ومن مدير التصوير اليوم كي نحل بروفيل فيسبوك متاعك بالنسبة لنا معناها مجلة نقد ورأي على الأعمال الرمضانية بصفة عامة هو رأي نقد راهو ماهوش مانيش نقد فني ماهوش لذة نجم يكون وجهة حتى نظر حتى لذة راهو أنا مانيش نقد النقد عنده مالي يعني تحب تجيب عبد ينقد تجيب خميس الخياطي تجيب سمير الدامي تحب تحكي على البرفورمانس نتاع الممثلين تجيب لي فورماتور كيما حسام الساحلي كيما عطف بن حسين كيما صدق حلويس كيما معز القديري كيما مريم بن شعبان هذوما دي فورماتور معناها ينجموا يحكيوا لك على الواحد لكن انا نعطي في رايي خاص بي كمواطن بونيس انا يعني ممثل
16 كتيبة جديدة، الحكاية جديدة، شباب يعمل كيف فيهم من ملوها بالصادة، عندها باع وذراع، وفيها ممثلين من قيمة البحر الحاري ومهذب الرميلي ومحمد داهج، والكل يخدموا في تناغم. ما شاء الله عليهم. أعتقد أنه السلسلة هذه باش تفك الصدارة، والكل في قدم الأيام، خاصة أنه الأراء برشا إيجابية، مع كل احترام وتقدير الأراء السلبية. لكن في الجملة الأخرانية بكل، حكيت على نسب المشاهدة وعلى شركات اللي لها بنسب المشاهدة. تعرف احنا في موزايك ولا في الراديوات الكل لا يكامل بهالينا باش نحكيوش على نسب المشاهدة، نحكيو كان على اليوتيوب. لكن عندك موقف أنت من نسب المشاهدة من شركة هذية؟ خاطر لايكا تعرف إيش قاعدة تعمل على الأقل في النقطة هذه، يعني على خاطر تعرف اللي نسب المشاهدة هي مغلوقة، مغلوطة، مفبركة، وما هيش قائمة على أسس علمية صحيحة. أعطيني باش قاعدين يقيسوا، أعطيني الوسيلة العلمية اللي قاعدين يقيسوا بها، فما حتى وسيلة علمية. قلت لي أنا نلقى شركة صبر أراء جي تقول لك ما بين 7 و7.25 دقيقة يتفرجوا فيك 23%، 7 و26 دقيقة ل7 و31 دقيقة يتفرجوا فيك 40%، 37 دقيقة ولا 40 دقيقة. شو تحب تقول لي بالضبط؟ سي دو نيمبورت كوا، هذا يتسمى تحايل. مالاش قاعدين يعملوا شركات هذو؟ تحايل على أذهان المواطنين، وتحايل على مالي الفلوس. تعرف معناتها تحايل على مالي الفلوس؟ يعني قاعد تتحايل على شركات الكبيرة اللي تعطي في الفلوس للسنترال داشا. سنترال داشا وقت اللي انت تمشي باش تحط فلوس في البلاصة الفلانية، كي نجي انا مولا فلوس قولك شبيك حطيت لي غادي ما حطيت ليش غادي، قولك هاو نسبة المشاهد. هكا قاعد يصير مش الناس عارف هاو نسبة المشاهد. انت يهمك احمد نسب المشاهدة كممثل؟ لا كممثل، انا كممثل ما تهمنيش نسبة المشاهدة. عندي بيرفورمانس كممثل، عندي عمل نخدمه عجب ولا ما عجبش هيك موضوع اخر، وعندي بيرفورمانس متاعي، عندي معناها جمهور عجبه ولا ما عجبوش، والاهم من هذا الكل هو الناس المختصين بعد يجيوا يحلوا يقول لك احمد بيرفورمانس بتاعه هوني كذا ناقصه كذا، بعمل به عمل خايب طاح طلع، فهمت هذيك حاجه خل. هذا شنو يهم؟ ما يهمك يسب المشاهد، ما تكتب عليهم ديما على فيسبوك احمد نوافك. خاطر نعرف انا اليوم ماما منجين مش باش يخلطوا يخلصوا الناس، فما منجين بشي فلسو بنسب مشاهدة مغلوطة. اليوم تلقى 16 يشد لك 3 أو 4 حلقات الأول في اليوتيوب وتلقاهم طلعينه في نسب مشاهدة 2%، عليه مش حرام، حتى عند ربي حرام. وقت اللي انت طلعني أنا 2% مش كون مش يحط عندي أنا سبوت هكا شفته، و 16 مطلعينه 2 ولا 3% وقاعد ياخو في صدى طيب على الأخر على اليوتيوب. قد كوصلت 3 أو 4 حلقات الأول في اليوتيوب، واليوم ما فما حتى فرانك بيب. تعش متى فما حتى فرانك بيب؟ يعني فما ناس مش بتخلص. وي وي. يعني أنت 4-5 شهور ناس مش تبدأ في الفيسبوك ويا ريت خلصونا خلصونا. شوف شنو بدأوا الهاشتاج وتتغامر زي كل الحملات اللي راهو فيها حرام. على فيسبوك. حرام. حرام حرام. هذا اللي قاعدين يعملوا فيه حرام. لكن أنا نبشر الناس اللي راهو فما شركة بش يصير أبل دوفر وبش تاخذ شركة وبش يكون فما معناها العام جاي بقدرة السميع العليم باش تكون فما معناها شركة تقيس المعايير العلمية، المعايير العلمية باللي بي تي في، واللي ما عندوش بي تي في يحطوا له باري زادة في الدار بشكل تبدأ الأمور معناها رسمية. رانا عنا 3 ملايين نحسبوا على 3 ملايين، رانا عنا 6 ملايين رانا مش نحسبوا على 6 ملايين، ويبدأ الحساب صحيح. وقت أنا نخرج الأخر نجي نقول لك يا معلم راني أنا العمل متاعي فشل. على يوتيوب الأرقام محترمة بالنسبة 16 تشوف زادة أنه الممثلين الشباب اللي موجودين في السلسلة هذه جابوا الببليك متاعهم لليوتيوب من الأول ما كناش لولانين. إذا كان مش نمشيه بالمقياس هذي من الأول ما كناش لولانين، كنا 40-30 وصلنا حتى الأخر سيري. لكن في الحلقة الرابعة والخامسة والسادة طلعنا من 30 طلعنا للولانين، شدينا لولين وبعد ولينا نجيو الثانيين الثالثين. سيري عجبت، شدت العباد معناها اللي قاعدين يتفرجوا فيها عجبتهم شايخين بها، فهمت. أوسكار أحسن ممثل في 16 بالنسبة لك أنت؟ أوسكار أحسن ممثل في اللي سيري أو ممثلة في اللي سيري. خليني في 16 برك أنت أثر أعجبك. محمد علي التونسي. محمد علي التونسي؟ معبي برش انرجي الوليد ومترجق، وتفاجأت أنا بالفيكيو متاعه معنى الوليد ود مسرح عمل برشا. كتبت عليه ستاتيو ديجا. تفاجأت ما كنتش نصحابه معناها سيان كاستينك سوفاج وطلع يعمل في الستاند اب مع لطفي العبدلي. ليه سيتا فيريك ود المسرح وخادم برشا تياترو
عمره 23 سنة الوليد مازال عنده ما يقول في روحه معبي برشا انرجي. تصور هو اكتشاف وهو احسن ممثل في 16 نعتبره، وعلاش ليه احسن ممثل في الاعمال اللي ريناهم الكل معنا. نحيو المسلسلات على جهة كي نحكيو على لي سيري في مختلف القنوات اللي قاعدين تعداو توا، شنو اللي جلب انتباهك اكثر؟ شنو اللي عجبك؟ شنو اللي شدك؟ والله ريتهم الكل ما عدا عايشة فل ما شفتوش، ما نجمش نحكم عليه. ريتهم الكل. اللي شد انتباهي معناها فما 16 فما كان يا ما كانش، نحي الكاسكيت على 16 فما كان يا ما كانش، نحي 16 على شيرابي فما كان يا ما كانش، حلو فما الجاسوس حلو. قاعد تحكي مع عبد الحميد على الفيسبوك قلت الله يهديك، اي خاطر فهم برشا ناس ما فهموهاش. انت قلت انه كان يا ما كانش اكبر من 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 مخ التوانسة هكا، اي اكبر من مخ المواطن. كان يا ما كانش اكبر من مخاخ التوانسة يا عبد الحميد ربي يهديك، اي اكبر من مخاخ التوانسة العاديين اللي يستنوا في الضحكة السهلة. كان يا ما كانش معناها في علاش اكبر نقط. علاش اكبر؟ صعيب المسلسل اللي هو السيريز انها تتفهم، يزمو برشا تركيز، ما فماش مشاهد اعتباطية، ما فماش ريبليك محتوتين هكاكا، ما فماش شخصيات هكاكا جايبهم وحاطتهم عبد الحميد جوست بوغ لو شو، لا لا فما دي ميساج مهمين جدا معناها حتى في الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه. يلزمهم برشا تركيز، المتفرج البسيط ماش بشي فهمها بالقدي. ابن خلدون، ابن خلدون للأسف اعتبره عمل فاشل. تعتبره عمل فاشل ابن خلدون؟ هاي. قلت في ستاتيو انه الممثلين اكبر من العمل. اكبر برشا. علاش؟ جعفر اكبر برشا من ابن خلدون. جعفر ينجم يعمل العجب العجاب ومازال ما عمل شيء. جعفر روا ريت على جعفر الانجازات اللي عملهم والنجاحات، روا مازال ما عمل حتى شيء. شنو معايير الفشل احمد مثلا في ابن خلدون؟ شنو الحاجات اللي ريتهم خليه يكون العمل فاشل مثلا؟ برشا حاجات ديجا فيو، برشا حاجات مستهلكه، دي بيرسوناج حتى الاولاد قمصوهم جابدين من حاجات خدمينهم قبل. سيناريو سليم بن اسماعيل معناه نعتبره من افضل العباد اللي يكتبوا، ما فهمتش كتيبته المره هذه ماهيش. لكن موجود في اعلى ترتيب مثلا في نسب المشاهد على يوتيوب احمد؟ عادي بلاتفورم كيما الحوار التونسي عندك في الباج 6 ملايين ولا قداش اوتوماتيك مود نجم تلقاه الاول. لكن انت كي تشوف ابن خلدون في الحلقات الاولى ومن بعد تلقاه حتى هو قعد الاول، لكن نقص برشا الفي بارابور الحلقات الاولى. الجاسوس تعتبره اليوم منافس شرس مثلا في ال 16؟ لا ما نعتبروش منافس، ما نعتبر حتى سيري منافسه ل 16. حتى سيري اي مش بمنطقه اللي هي نحن خير منهم، كل واحده والستيل نتاعها، ما فماش ماهمش يشبهوا لبعضهم باش نجموا معناها باش نجموا نحكيوا على تنافس. قراب في نسب المشاهد على اليوتيوب؟ قراب اي هي وكان يا ما كانش قراب. انتم والجاسوس ومن بعد كان يا ما كانش قراب. انا قلت لك نحن فما ثلاثه حلقات لعنا فيهم الاولانيين، كنتوا محظوظين على خاطر زادك شان يوتيوب نتاع التسعه سكرت، طلعنا الاولانيين وقت شان يوتيوب نتاع التسعه موجوده ونتحديك. لا ما تحدانيش انا. طلعنا الاولانيين على ابن خلدون مش حتى على الجاسوس. بلاتفورم تاع الحوار اكبر بلاتفورم في تونس. انا هنا كي نحط حاجه في الحوار تو كان نحط نحك في سنيه في الحوار تتعمل فيو اكثر من مسلسل في قناه اخرى. عندها قيمه بلاتفورم بالنسبه لك انت؟ بيان سور. اكثر من عمل ماكينه. المتفرج التونسي ما يعرفش يفرق؟ يعرف يفرق. لكن انت كي تسنسوا بقناة قاعدة تخدم على طول العام وقاعدة تنتج وما شاء الله البرامج متاعها ناجحة، تشد المتفرج متاعك. وذاك الشي نحكيته انا ديما اقول راهو اذا كان تحبوا تشدوا ببليك في رمضان يجيكم تخدموا على طول العام. ما عندكمش باش تنتجوا على طول العام، يجيو انتجوا مسلسل على طول العام، انجحوا في المسلسل هذاك وحضروا دوزيام سيزون تدخلوا بها في رمضان تتلقى عندك ببليك حاضر. كتبت اكثر من مره على الجاسوس، كتبت اكثر من ستاتيو. اي انا خاطر حسيت لطفي العبد اللي مستهدف. لطفي العبد اللي مستهدف من شكون؟ مستهدف من برشا عبيد سياسيا فنيا اللي تحب انت. انت جريء نجم تقول لي شكون؟ انا قلت لك او نجم تقرب من باجيت من 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 من, 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 يعني من سواء اراء السياسيه وهذا الكل ومواقفه وهذا الكل الناس كل تعرف اللي انا ضده واللي انا ضد لطفي وهذا عبرت عليه وقلته مش مره مش اثنين مش ثلاثه. لكن كي يولي فما استهداف الشخص وخدمه الناس ولا لي شيء إلا لأنه شماته في لطفي العبدلي
سيدي الكريم هوني ما نجم كان نقف مع صاحبي. بالنسبة للمنتوج أنا عجبني. عجبك؟ عجبني الجاسوس، وصحيح الإيحاءات الموجودة والغشة كل شيء صحيح، قلقت العائلة تقول سي خطر أنا من عائلتي تقلقوا شوية في الدار، ما نتفرش معه ما نتفرج وحدي بمني صحيح. ما يقلقكش الموضوع هذا متاع أنه برشا قالوا أنه الجاسوس ما هوش عمل عائلي، ما هوش رأي، رأي الناس اللي تكتب على من على يوتيوب في الكومنتر تساند الرأي هذا؟ هني جاوبتك ديجا قلت نتفرج وحدي، ما أنا عمل ما هوش عائلي بالنسبة لي كنت، ما خاطر ما تعرفش وقتاش تجي الغدرة. أنا عجبني الجاسوس حاجة بركة ما عجبتنيش، مش ما عجبتنيش، فما هذه اللوم عليها ربيع شوية، فما إكسي في الامبروفيزاسيون في الارتجال. أي الارتجال ساعة ساعة تلقى سيكونس محليها ماشية، صارت الامبروفيزاسيون محليها يكمل يكمل يزيد فيه اللي تخدم الكل تحف الماء. بالنسبة لي أنا الإكسي هذيك كان ينجم يتحكم فيه، كان ينجم يوقف واد ربيع، معناها فما حاجات، فما حاجات فزدوا بالارتجال أكثر من لازم. ما ترحوش عليك دور في الجاسوس؟ لا لا، لو كان جاسوس كان حب نمثل فيه راني مثلت فيه من غير ما يقدر. علاقتي بلطفي وعلاقتي بالمنتج أكبر برشا من أنهم يقترحوا علي دوري. قالوا باش نجي نعمل جيست عندك في الجاسوس، مرحبا. يقول لي ابن خلدون تقبل دور؟ شو باش نقول لك، كان قريت منعرفش أنا والقراية متاعي، كان قريت نجم خذ ساعة ساعة تقرأ في بالك حاجة بيان بعد تطلع حاجة خايب. كانت تسألني توا تقول لي في اللي ريتو في ابن خلدون تقبل، نقول لك لا من الأول ما نعرفش. أنت والصورة بعد شو باش يخرج معناها، أنت لو كان سيناريو كنت نجم تقبل. إذا كان خاطر ساعة ساعة فما سيناريو أنا قريته مانيش باش نسميه احتراما في السيناريست، ما عجبنيش السيناريو والمنتج شد صحيح، قال لي بوحميد في مو كونفيونس والله لا وتو تشوف يا ودي سيناريو ضعيف يا ودي يهديك صباح رايك. يتبث سنة تا 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 سيناريو لا قديم قديم برشا قديم عميم يهديك يصلح رايك عام عميم كبش وصدمت معاه ايبا فتق الدنيا سيتي لو برودوي دو لاني. ندمت؟ ندمت على شنو؟ بالعكس فرحت اللي سمعت كلامه، خاطر كان ما سمعتش كلامه راني ما كنتش موجود في العمل. معقول؟ خليني نربح الوقت معك احمد على خاطر زاد ما عندكش عمل لك هاو 16. بالنسبه لك انت زاد عندك مشاعر الجزء الثاني؟ عندي مشاعر الجزء الثاني. تعتبر ما خذش حظه عالميا المسلسل؟ ما خذش حظه عالميا. لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ والله اسمعني، وقت اللي انت قبيله بركه نسمع فيك مع اميره، اميره قالت لك عندنا ثلاثه مسلسلات، لما انت قلت لها مشاعر قالت لك اوي مشاعر. معناها باش يوريك تربيت الحكايه عند حتى العبيد حتى الممثلين حتى التقنيين، اي واحد تجيبه من دومين ما يحكيش على مشاعر. علاش؟ مخرج تركي، تقنيين اتراك، يالو جزيرية، ممثلين جزيرية وتوانسه، اي قولهم لي هما يالو قولي لي انا يالو لا وسمى ممثلين توانسه سلفيان مجموعه كبيره ممثلين توانسه معروفين. انا اليوم مجدي السميري في مصر يقولوا لي مخرج تونسي، شق المجري الله يرحمه مخرج تونسي. لسعد لوساتي اليوم كي باش يمشي للعربية إن شاء الله إن شاء الله نقولوا ليه مخرج تونسي تغد ونعفو سكوب نكامو فليوة عيب. من المتسبب في ذلك أحمد؟ متسبب هو قلة الإنتاج في تونس اللي خلى الناس كل فرشتري، خلى الناس كل تكره بعض. تعتبروا هذا أسباب؟ سبب رئيسي؟ سبب نفسي رئيسي. يعني قولك كان جينا نخدمه على طول العام والماكينة تخدم، حد ما يتلهب حد والناس كل تخدم وبيناتنا تيرا. كان جيت عنا شركات سبر أرى زيادة كمان عارفين تعطي حق الناس، طلعني لخر لخر. ثم تلاعب؟ ثم تلاعب اليوم؟ فماش خدمة أصلا في سبر الأرى، مش تلاعب، فماش خدمة، ما همش قاعدين يخدموا في خدمتهم. فسر لي شنية الطريقة العلمية اللي قاس بها، قل لي فسرها لي. أنا سألت ألف واحد في التليفون، شكون قال أنت لألف واحد هذاك ما سألتوش على زوز مسلسلاتك هاو؟ كنت سألني أنا ألو شكون عاجبك تتفرج في الفوندو ولا في ولاد الغول؟ فوندو. واحمد يتفرج في الفوندو ولاد الغول؟ ليه ما يسارت فيها فهم؟ انت باش تتفرج؟ تفرج فيهم الزوز. الزوز؟ اي تنحكي لك عليها. اخي ما صارتش في اي فهم عم مشاعر واحد. اول نهار في رمضان هبطوا فاش تفرجتوا في 460 ولا في ولاد مفيدة؟ من نهار الاول يا معلم، من نهار الاول بدينا الضرب. يعني تعمل لي
وكمل المسلسل هذايا نتاع عيب، ولكن تخيب الاعلامي في الايميسيون نتاع حاتم بالحاج، وحاتم بالحاج بعث لي مساج واعتذر وقال لي راه ما فماش موفيس فوا، عندي المساج الاعتذار نتاعو والتواضع منه ورجوليه منه يعطي الصح. باه خليني نحكي على المسلسل. اول ظهور ليك في الجزء الثاني كان في الحلقه الثانيه تقريبا في الثلث الاخير من الحلقه الثانيه. قعدت نستنى فيك اكثر احمد انا باش تظهر لي من الاول، ظهرت من بعد حلقتين. مازال مازال انا في ثلاث حلقات هذوما الاخرانيين الشخصيه نتاعي بدات تضيح، ومازال مازال مازال سورتو من هنا حتى كشي حلقه 16 ايفينمون كبير برشا باش يصير في الشخصيه نتاعي. مازال اعتبر انا دور من الادوار الرئيسيه، اوكي مانيش بطوله لكن دور رئيسي فرحان به. دور قاسم ليد المين نتاع ستار. الملاحظه الابرز بالنسبه لي انا احمد كصديقك اول حاجه هو الصوت نتاعك في المسلسل. قريت كلك كومونتير على تبديل الصوت، خاطر صوتك في 16 مش هو نفس الصوت في مشاعر اثنين، اختيار من المخرج او اختيار منك انت انك تبدل صوتك تخشنه شويه تحكي بطون هكا واطي شويه. اختيار مني انا هوني فما مشكله فما برشة توانسه ما قبلوش الصوت الجديد، بار كونتر لي زيكو اللي جاوا من زاير في بالهم هذاك صوتي وشيخين به، عاملين حتى باجيت بصوتي شيخين على الصوت نتاعي. هوني نسأل علاش الجزيرية عجبهم صوتي والتوانسة لا، يمكن توانسة خاطر مستانسوا بيك هذاك علاش ما قبلوش الصوت. تستحق أحمد أنك تبدل صوتك؟ أنا حبيت أخي، أنا ممثل راوي زمني ناخذ ريسك، راهو أنا الممثل اللي يقعد يخدم في زون دو كونفور نتاعه ماهوش ممثل، هذاك يتسمى الشخص المناسب في المكان المناسب. أنا ما دامني جو فيز لو ستاتيو دان كوميديان أوبجيكتيف نتاعي باش نولي ممثل، لازمني ناخذ ريسك ولازمني نتبدل من دور لدور. انت اليوم تشوفني في مشاعر، تشوفني في 16 ما تعقلنيش، تقول مش نفس الممثل. وي سنه غنافوا جمله عليش. لا في اللوك ولا في ولا في الصوت ما يهمش، صوتا وصورا اعطيني الاحساس انا شنو قاعد نعدي لك هوني وشنو قاعد نعدي لك غادي. اختك اختك من اللوك والصوت هذه اللوك مهم، مهم كممثل انه التصوير او الصوت والصوره مهم ياثر. سي ان اكسسوار تكنيك، سي تكنيك دو لاكتور تسمى، سي ان اكسسوار تكنيك. هاني سمنت، هاني ضعفت، هاني بدلت الصوت، اعطيني الاحساس شنو قاعد تعدي لي انت. وانت حكيت على التكنيك احمد، تعتبر انه تقنيا مسلسل مشاعر هو احسن مسلسل تقنيا مخدوم؟ سي اون فيزيون ترك تكنيكمون بارلون الي بارفي، فيه هينات بوتيتر فما شويه لونتور، فما حاجات في التكست هذا موجود ما في سيناريو من الاول، قلناها الحكايه وقلتها من عام ناول. تكتب سيناريو على 100 حلقه اوتوماتيكمون باش تلقى معناها فما مشكله نتاع ريتم، سينو سي ايماج مزيانه برشا، تصويره مزيانه. كشفت اصلا نصحت وزاره السياحه انها تستعمل تصاور نتاع فما تصويره خرجت اليوم اشب التصويره هذيك، تسويق باهي، تسويق باهي اكيد. فما عباد حتى تطلع في الراديو تقول لك لا ما نحبوش تونس، مش هكاك تونس مسخه، تونس بكحوليتها، تونس ما ادري شنو يودي. أنا نعمله في التلفزة مش وصفوا بعض الناس في حرقة، وصفوا بعض الناس في الحرقة أنه الحرقة خرجت إيماج أخرى على تونس. سي أن شوا، سي أن شوا أنك تخرج إيماج كيفاش على تونس، سي أن شوا. تفرز زادة في المليونير تصويرة أخرى وستيل آخر وجو آخر، بالرغم نفس المخرج تركي ما خذي ستيل آخر تصويرة أخرى بألوان أخرين. نعمله في التلفزة، أنا إيش نعمل في السينما ولا نعمل في المسرح والتلفزة التصويرة. الكاستينج متاع شكون غلط؟ ستاتيو كتبتو عريض وكبير، هما برشا فهم برشا أدوار غلط. كاستينج خاطئ سأقولها بالاسم في أول حضور إذاعي للأسف الشديد. قلتها مع رمزي سمعتك شاطر النخت. كاستينج فوندو، فوندو فوندو تعتبر أن الكاستينج تاع فوندو غلط؟ أي فاش يتمثل الغلط أحمد؟ أعتقد أنه المسلسل الناجح اللي أنا من المتابعين بتاعه هم اللي فان بالمسلسل، ناس تعرف يعرفوني فاش قاعد نحكي. نقطة قوة المسلسل هي سوسن الجملي. أنت كمخرج أحمد للدوسي وعندك مسلسل فوندو قدامك، الكاستين قلت لي غلط، مش قلت طوان أعطيك شوى نقول لك بدل لي بعض الأسماء بأسماء أخرى مثلا. أنا فسر به باهي باهي بار ميسيرش كمل لا سيبا وصلتك سويلي. الأسماء أخرى نبدل نضال السعدي نحط حلمي الدريتي، أو نحط غانم الزريلي. باهي
نزال ما أداش الدور كم يلفو إلى جوي لم يخرج من جلباب ولاد مفيدة. نزال السعدي لم يخرج من جلباب ولاد مفيدة، قعد في الزون دو كونفور متاعو. إيجا توا نحكيه مكتوب ولاد مفيدة فوندو، ناخذو دي سكرين شوت خدم نيذال، خدم خدمة نيذال، نفس الرجار، نفس النفس، نفس القحرة، نفس الصوت، نفس المشية، فما حتى تبديلة. التبديلة الوحيدة زاد في الميزان، وديتيك أصلا غلطين، ديتيك مهمش مرة يحطهم ومرة لا، وزاد في الميزان. أنا قلت كذلكم دي تريك تكنيك جو غيمان حجمت له لحيته ساوس، اترعملت كل شيء ساوسن باش تكاموف لي الحكاية. أحمد نجمو يدور عليك برشا عباد لأنه كي تقول هك خدا ثمش كون نيذال السعدي أثر أعجاب برشا ناس أخرى شافوه نو تبدل برابور الزعمال الأخرانية ما بين مكتوب ولد مفيدة. طوميو بور لوي فرحان له الكاموفلاج اللي عملته ساوس. لي زيكسبريسيون تاع وجهك ما يقولوش انت فرحان ياسر. لا ولا فرحان، بالعكس نحبه انا نضال، اللي تري جينيرو خدام يحب يوصل. لكن انا قلتها له مره ومش نعاودها له مره اخرى، الفو بروندغ لو ريسك. لو كاموفلاج اللي عملته ساوس، علاش قلت لك نقطه قوه المسلسل جمني، انا نشهد فيه بدرجه كبيره برشا. العباد اعتقد انها متاثره بالدرام دو سيتوياسيون، متأثرة بالفيكو متاع الشخصية أكثر من الأداء. الأداء فما ناس تجي تقيمه، أنا نعطي في رأي رأي فما ناس تقيم جيب ناس تتقيم تتحكي لك الكلام هذا أعتقد أنه رأي يقرب لهم شوية. نزال بحلمي شكون ياخي نجم يتبدل أصبر عليك؟ فما وليد والله ما نستحضرش اسمه، من كان ولد نسيب كمال التويتي. نور زيتوني. نسيب كمال التويتي. نور زيتوني اي نسيب كمال التويتي. كان ينجم يكون ممثل في بلاستو يعطي اكثر. احمد لاندولسي لا، انا ما شفتش روحي في الفوتو جمله. باهي سهير بن عماره ايش قولك فيها في المسلسل؟ ممثله كبيره برشا. عجبتك الفوندو؟ عجبتني. سينو ما تنسيش راه فما مساحة تحكم فيها، وزهير عندها مساحة معينة مليتها كيما يلزم. سينو أحسن ممثل بالنسبة لنا في رمضان هو كمال التويتي. كمال التويتي أحسن ممثل من الفوند. نعيمة الجيني وأحسن اكتشاف. نعيمة شفناها في الدراما المرة هذه، بعدت شوية على الكوميديا إن شاء الله تقعد إن شاء الله تزيد تشبعنا شوية دراما. دليل المفتاحي شفناها في الكوميديا سنة. دليل المفتاحي كانت تعمل سيكونس في أعمال أخرى، راديوات كل تحكي عليها، قاعدة تهز وتتخبط في مليونير حتى حد ما حكي عليها. علاش؟ خاطر المليونير مخرج تركي. ثم إشكالية متاع جنسيات اليوم في فما في الأعمال، ما فما حتى واحد من الدومين نتحدى كان جيب لي انترفيو واحد من الدومين شكر نجم نظلمه اليوم ممثل على خاطر مخرج تركي. نتحداك كان فما واحد من الدومين تعدى في راديو قال كلمة خير في مشاعر، قلت لك نتحداك جبت لي انترفيو متاعك الكل. من لا مشاعر عليك يا تونس؟ الحرقة إبداع. حرقة رائعة، شفت روحي في الحرقة. شفت روحك في الحرقة؟ حبيت نكون موجود فيه. بلاست مهذب برميلي؟ في بلاست برشا ممثلين. ولو أنه الممثلين اللي كانوا موجودين أدوا دوارهم كما يلزم. أول مرة في حياتي نشوف روحي في مسلسل. في 30 ثانية خاطر عنا موعد الأخبار أحمد، ونعرف الحديث معاك رو متاع ساعتين موش متاع 35 دقيقة للأسف. أما أحمد فيسا أحسن سيناريو بالنسبة لك أنت؟ حرق عماد الدين الحكيم. أحسن إخراج؟ سوسن الجمني. أحسن ممثل قلت كمال تويتي. سوسن الجمني مش تكنيك مو بارلوك، هو خطر عم تبرش حاجات في المسلسل. أحسن كوميدي؟ محمد علي التونسي. ممثل قلنا نعيمة الجاني ديجا. نعيمة الجاني أحسن تصويرة. لديو بي ما شاء الله معنا يسنى حاتم الناشي ومحمد مغراوي. حاتم الناشي ومحمد مغراوي. حاتم الناشي هو اللي صور مسلسل الفيلم داشر زادة في سيري. محمد عايد. محمد عايد وراني أحسن إخراج استثنيت لسعد لوسليتي. علاش؟ لخاطر نحطه مع مخرجين في العالم العربي كيما مخرج تاع موسى ولا كيما مخرج ساوسن. تتحط في الكاليبر هذا زادة؟ ساوسن برودوي متاعها برودوي تونسي، فما برودكسيون فما فلوس معينة. ساوسن تصور بالسيتر واسون
يعني دونك هذه لغه تقنيه مش ناس كل يعني كاميرا صغيره ما تقارنش بكاميرا ما نجموش نعرفوا وين ساوس كي تخدم بالبلاري ولا باش تخدم بالريت شنو تنجم تخرج خاطر زاد عندهم تكنيك معين سينو على سعد الفساتي بالنسبه لي انا مخرج عربي صف اول بامتياز احسن غنيه نتاع مسلسل جينيريك عجبتني نتاع فايبا سيسيز وعجبتني نتاع نوردو فوندو لا نور جانجون جانجون فوند ونوردو في ابن خلدون ديجا عنده لا نوردو قاعد محليك في الدراما ولو انه في الكوميك ينجم يقد روحه ستيل اللي يخدم به في فوندو يطوره وينجم يخدم به في الكوميك احمد شنو جديدك ثم فيلم جاي عندي زوز مسلسلات بعد رمضان وديريكت ندخل نصور واحد باش نكملوه صورنا خمس حلقات سكوب 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 وقتاش المسلسل وين وقتاش فيسا 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 نخبك هكرا محمد علي ميو بكرتاج بلوس والاخر مش بشقولك عليه حد شيء ممنوع منع بيت نحكي عليه فيلم فيلم خليل البحري ان شاء الله عندي فكرة انا انت عندك فكرة عندك برشا حاجات وعدتك مش باش نزلك لا مش باش نزلك احمد ميرسي بوكو مساج الببليك بتاعك مساج للببليك ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وميرسي بوكو على مساجاتكم الباهيه وميرسي بوكو على نقدكم وميرسي بوكو للناس زادة اللي ثبتني على رايي على ارائي فرحان برشا لزملائي بنجاح اعمالهم وفرحان بالاعمال التونسيه اللي قد صادي باهي الدراما التونسيه قاعده تطور عندنا مشكل في السيناريست ان شاء الله بالماكينه ان شاء الله تدور الماكينه والسيناريو يتحسنوا ميرسي ميرسي احمد